هذا جميل وواضح. طيب اذا اكو عامل اخر دولي واممي يحاول يلملم ربما هذا الموضوع بتوافقات وقبول وبوش شوارب. طيب انت فلان داخله وياك وبالحكومه وشاركه لو ما يكون هذا. ما اعتقد انا حتى تدخل الدول الان بلاصقات الامم المتحده او اي طرف اخر ما راح يرجع للمربع المحاصره او التوافقيه، راح سيتبع باتجاه الاغلبيه وتقنين المعارضه الرسميه في داخل البرلمان. انما اذا كان هنالك بعض النقاشات وبعض الحوار او التوافقات مع هذه الاطراف مو بشكل الحكومه الاغلبيه وبشكل السلطه التنفيذيه القادمه، انما بقضايا اخرى، قضايا قضائيه، قضايا ماديه، قضايا خلينا نسميها دبلوماسيه، يعني رفع بعض يعني مثلا قيس الخزعلي وليد الخزعلي اخو محطوطين على قائمه الارهاب في امريكا. يعني مجرد ما ترفع عنه الحصانه يستهدف. فبالتالي ممكن احنا بالحاله هذه بلاس خاطر تقول لهم انت اذا وافقت على هذه نتائج الانتخابات احنا مستعدين نتواصل مع الحكومه الامريكيه لرفع اسمك اسم او اسم اخوك من قائمه الارهاب، بس ما نغير بنتائج الانتخابات. هذا باعتقادي يعني التدخل الواقع السياسي الصحيح من اجل انقاذ المشهد العراقي، لان بلاس خاطر تدرك تماما اذا رجعنا للمحاصصه مثل 2018 سينفجر العراق وسيخرج عن سيطرة التحالف الدولي، مو بس سيطرة إيران والأحزاب، عن سيطرة التحالف الدولي، وهذا ما راح يسمح به، مستحيل يسمح به.